أنا يا عبد القادر شحيمه في عمر 82 سنة، نخدم في هذه الحفافة منذ 50 سنة وأنا في هذه المهنة. ما أنا ما تبدلتش، مزدت في المهنة نتاعي، مزدت في النية نتاعي، القديم هذا مزدت نخدم به كي نحتاجه نخدم به. ساعة وجديد يقيب تروح الكهرباء ولا تروح يعني حوايج أخرى، نخدم بالقديم. هذه حفافة يعني تاع الماشينة تاع الحفافة، هذه طوندوز تاع تمشي بلا تريسيتي كما هكاك. ساعة اللي ما تكونش التريسيتي عندنا نحفف بها هذه. هذه تاع باش نشمخوا بها الراس تاع الشباك كما هكاك، ها هاي هكاك نشمخوا بها لهنايا هكاك. دروكي هكاك هذه مازال تمشي دروكي هكاك هنا. هذه نتاع اللحية ملي كنا نديرو في السماء كي نحفوا الواحد كيما اللي بيل هكاك، نديرو له الكولون هكاك نحفوا له ونديرو له الكولون. يحفوا ب 20 15 للراس، انا نحفف فيها ب 10000. اللحية هما يحفوا فيها ب 10000 وزيادة، انا نحفف فيها 8000. يعني وكاينين ياسر اللي ما عندهمش نحفف لهم، كاينين دراويش هنايا مساكن هايباتوا في الشوارع نحفف لهم ثاني من عندي. أحلام جديد يعني يشد والطابع نتاعو وحده ماهوش كيما، والمدخول مقليل ما عنديش كيما نقولوا المدخول باش يعني يطور الواحد من الوقت. يعني قيس المدخول نتاعي، دير الماتريال قيس المدخول نتاعي. كنا هكذا عايشين بها قدنا قد الحال، تم كبرنا بها، كبرنا بهذا المهنه نتاعو، ومن بعد وقت حاولنا معاه باش يبدل هذا الميتي ولا باش يكري الحانوت ولا كذا. اي هو شغل ما شغل الحال، المهنه ماشيه معاه